حياكم الله، معكم أخوكم كابتن أحمد البكشي لاعب المنتخب السعودي فئة الفيزيك. طبعا المنتج الآيزو من المنتجات جدا القوية اللي بصراحة تركيبتها أنا أشوفها مناسبة جدا للاعبين، بالذات اللي يجهزون حق المواسم والبطولات القادمة. المنتج جدا قوي من ناحية زيرو كارب زيرو فات زيرو شجر، بحيث أنه ما في إضافات. يعني فرضا بعض المنتجات تكتب لك زيرو، لكن لو تلاحظ النيتريشن الموجود في الخلف تلاقي نسب بسيطة، بحيث أنه لو كانت النسبة هذه يكون زيرو، لكن هذا يكون زيرو حتى من أي إضافات أخرى. الجميل في الموضوع أنه مضيوف له الجلوتامين وكذلك البي سي دبل اي. ميزه المنتجات هذه انها تعطيك ريكفري ما بعد التمرين، يسبب لك سرعه امتصاص اللي هو للعضل من ناحيه البروتين. والاجمل من هذا، اللي عندهم مشاكل في اللاكتوز راح يفيده جدا، ما راح يسبب له اي عسر او انتفاخات للي عندهم حساسيه من اللاكتوز. المنتج جدا قوي، انصح فيه بشكل جدا قوي، لان المنتج مثالي يعتبر للاعبين اللي حابين يجهزون للبطولات واللي حابين يعملون حياتهم او اللايف ستايل من ناحيه عضل صافي.